النقل. عانينا، ده احنا كنا الاقي حاسه بعد الشهر. ربنا يحفظ البلد، ربنا يحفظ البلد يا رب، يحفظ الشعب العظيم يا رب. الحق حادثه في اسكندريه، الحق حادثه في سوهاج، الحق في بورسعيد، الحق قطر دخل، الحق مش عارف ايه وقع، الحق مش عارف حد اقتحم المحطه، عربيه ولا جرار ولا عربيه كار ولا دخل ولا ميكروباص دخل والقطر جاي، عشان في واحد واقف عشان يعمل لك يفتح لك البوابه دي ولا بقى ايه؟ بقى ايه؟ فلما اروح السكه الحديد او اروح الطرق مثلا، ياما معاناتنا من الطرق، ياما ياما في واحد ادي لو انا بتكلم النهارده، ما دي كانت شوارع مصر كده، دي كانت شوارع مصر. مصر لا تسير، لا تسير، كانت تتوقف اي حته في مصر من اولها لاخرها، تقف تدخل الطريق لازم تنزل قبله بساعتين، قبله بساعتين ميعادك عشان توصل في الميعاد، اذا وصلته في الميعاد. كانت مصر شوارعها كده قدام حضراتكم اهي، وما كانتش حتى نظيفه للاسف يعني، كانتش كده، وكانت حاجات متبهدله يعني كل حاجه. كانت هذه الشوارع مصر طرقها عندنا مشاكل، متهالكه قديمه، مفيش طرق اصلا، مفيش طرق. كان عندنا مشكله، كان عندنا معاناه، احنا كشعب كنا، كانت مصر كده، كان حال الشعب، كانت مصر كده. تتوقف، ده هلاك قد ايه للعربيه، استهلاك بنزين قد ايه، عادم سيارات وتلوث قد ايه. شايفين ده، انتوا الوقفه دي لو يقفوا هنا ربع ساعه كل الناس اللي عايشين في العماره دي مصابين بامراض من الوقود اللي طالع ده، حرق العربيات اللي ساكنين هنا. شايف، شايف المشوار، شايف كله واقف، كله كله واقف، كله كله زي ما انت شايف كده. ازاي كنا عشنا معاناه. طب بقى النهارده ايه مصر؟ بقت مصر كده. الله، هو في فرق بين ده وبقى؟ طب ما تبص حتى على الارض يا راجل، يا راجل بص على الارض هنا وبص على الارض هنا، بص على الارض دي وبص على الارض دي، شوفها، اعمل بص اهي، ما دي ارض اهي ودي ارض اهو، دي شكلها ايه ودي شكلها ايه، ده طريق وده كوبري وده طريق. شايف، شايف مصر، شوف مصر، شايف، شايف جمال مصر. يا سلام، واحنا مش نستحق ده؟ ولما الرئيس قال يستحق الشعب، يستحق، يستحق طبعا. واتعمل ده عشان مين؟ عشان احنا، عشاننا. بتكلم الصعيد وبحري، ما فيش حته في مصر. ادي طريق اسيوط الغربي، وانا عملت حلقه من عليه مع ست فريق كامل وزير على اسيوط الغربي ده، قضينا يوم كامل مع الفريق كامل، يوم كامل. قابلنا قطر الصبح 7:30 صباحا، رجعنا القاهره 12 بالليل، خدنا القطر محطه مصر ونزلنا في ديروط، ونزلنا او منفلو، نزلنا ديروط، ديروط ولفينا بقى، ونزلنا بعد كده ورحنا المنيا وعدينا على بني سويف، وخدنا بقى عملنا يومها جوله طويله جدا، عدينا من كل الحتت دي. ادي مصر الجديده، مصر هي دي تتعمل. هو خدمه مين النهارده؟ خدمه لينا احنا اهالينا اهي، انا كمواطن، انا كسايح، انا كمستثمر او كصانع موجود، انا بستخدم كل ده، كل ده تسهيل لحركه الدنيا كلها. بدل ما كانت الحياه كده تبقى الحياه كده، تبقى الحركه كده، بقت كده، بقت كده، بقت كده. ادي رد الفرج وتحيا مصر، بسم الله ما شاء الله. احكي على ايه ولا ايه ولا ايه؟ اقول ايه؟ ايه اللي ممكن اتكلم عليه؟ ايه اللي ممكن اتكلم عليه؟ اخد نماذج تانية؟ اخد نموذج كنا كلنا زعلانين وكلنا بنزعل، العشوائيات.